ضيفنا اليوم ينضم إلى باقة المبدعين من ذوي الإعاقة واللي استطاعوا أنهم يتحدون هذه الظروف لنقل تجاربهم المميزة للمجتمع. عبد الرحمن الغسلان شاب عشريني من ذوي الإعاقة العالية، أكيد من الهم أو من مدينة حائل، فعلى الرغم من ظروف ولادته وإعاقته إلا أن ذلك لم يمنعه عن تحدي الصعاب والمواصلة في التعليم والمشاركة المجتمعية، لتنطلق موهبته من مشاركاته بإذاعة المدرسة والأنشطة الإعلامية إلى إذاعة الرياض بمكتبها الإعلامي في حائل. اليوم نتعرف على قصة عبد الرحمن بشكل أكبر، ويسعدنا أن ينضم لنا عبر الهاتف عبد الرحمن الغسلان أبو جميلة زي ما يحب يسمي نفسه، عضو ملتقى المبدعين ومتطوع في تجمع حائل الصحي. يا هلا وسهلا فيكم، مساك الله بالخير عبد الرحمن. مساك الله بالخير أختي الكريمة، مساك الله بالخير جميع من يشاهدني عبر شاشتكم الرائعة التي تنقل الأخبار الجميلة هذا اليوم الجميل والمساء الرائع. أنا سعيد بتواجدي معكم، وإن شاء الله نثري الحلقة بما هو مفيد. أكيد عبد الرحمن، لأنه أنت يعني يمكن ملهم للكثير من الشباب والبنات اللي منهم في سنك واهتمامهم مثل اهتمامك. خلينا نتكلم عن إبداعك، دخولك لهذا المجال، قصة بدايتك في حبك وشغفك في مجال الإعلام. كانت بدايتي، خليني أتردها قصة إذا الوقت يسمح. أكيد تفضل. كنت يوم من الأيام يعني متغيب عن الدراسة لربما عذر مدرسي أو أنا يعني فيني ألم لا أعلم الآن. جلست، كان في إحدى البرامج الإذاعية أحلى صباح يقدمه إحدى أخوان اثنان، قلت يا ولد ليش ما تجرب حظك وتتصل، إذا يعني ردوا عليك زين على زين، إذا ما ردوا يعني أنت جربت. فاتصلت شاركت، كانت أول مشاركة لي مرتبك تماما، حتى المذيع يقول لي يا أخ عبد الرحمن اهدأ شوي، احنا فاهمين منك ولا شيء. من ذلك اليوم بالتحديد يوم 15 مايو 2015 دخلت عالم الإذاعة. جميل. واحنا اليوم يا عبد الرحمن كم، 17 مايو 2022، يعني شوف كيف سبحان الله السنوات تعدت. طيب خليني أتكلم معك يا عبد الرحمن، يعني أكيد في أشياء ممكن تحب تقولها، إنه مثلا إيش قدم الإعلام لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بكل سرور وسعادة قدم الإعلام لكافة ذوي الإعاقة تسليط الضوء عليهم. لربما نتكلم عن يوم العالمي لذوي الإعاقة، وهذا صراحة يعني هو اليوم العالمي لهم ويحق للإعلام أنه يسلط الضوء، لكن نتمنى من الإعلام أنه يسلط الضوء عليهم أكثر من ذلك. كمان نعرف عبد الرحمن أنك انضميت إلى نادي خاص للإلقاء، طبعا اللي هو توست ماسترز، ليكون او انت يعني كنت ولا زلت عضو مميز وقدمت لهم مشاريع مختلفه، مشروع كسر الجمود، وهذا يعني انا اتوقع مو كلنا جيدين فيه، فصراحه يعني الموضوع رائع. واختاروك كمان من ضمن مجلس إدارة وحدة التطوع في جمعية حفظ النعمة بحايل، وبعدين بديت تكتب مقالاتك الأدبية ونشرتها في المنتديات، فيعني ما شاء الله أنت مدرسة ما يحتاج. كلمنا عن هذه المشاركات، إيش اللي أنت استفدت منها، إيش الإضافة، يعني أعطينا نبذة أكثر. أعطيني حبة حبة، أنت ماذا تريدين وأنا أجاوب. كلمنا عن مشاركتك في نادي توست ماسترز، هذا أول شيء. نادي توست ماسترز، أنا بهذه المناسبة وظهوري عبر شاشتكم الجميلة، وأنا أقول جميلة لأن قصة جميلة قد تكون جاية بطريق.
هي بالبداية كنت مرتبك، أو بالأصح خليني أنا أتذكر الأحداث، تواصلت مع إحدى الأخوات تتكلم في تغريدة عبر تويتر تتكلم عن التطوع والإلقاء والصحابة، فدخلت عليها عبر حسابها، هي إعلامية الأخت هناء سعود من القريات، تتكلم عن الخطاب والإلقاء. قلت يا أخت هناء أنا عندي موهبة أريد تنمية هذه الموهبة من خلال يعني الدعم، فوجهتني إلى نادي الأمل للتوست ماستر أونلاين. حلو. فأسترسل بالكلام أكيد. فوجهتني إلى إحدى الأخوات أمسي عليها بالخير، أختي وزميلتي في عالم التوست ماستر الأخت منى سديم الوقيصي، هي التي مسكت بيدي. وأتذكر ذلك اليوم بالتفصيل عندما كسرت الجمود. طبعا يعني أخذت تدريب يوم يومين ثلاثة إلى أن يعني ضبطت الوضع، لأنه هذه أول مرة جدي في عالم كسر الجمود. وبالتحديد كان حاضر معنا صديقي ووالدي الثاني البروفيسور عبد الرحمن النمري، هو الذي يشرف على ولاده، وأنا أحيي من هذا المنبر الجميل. نعم. يعني أنا أقول من كلمة أنا هيبة، الهيبة اللي مخليتني أخاف من شوي من كسر الجمود هي اللي جعلتني يعني أكون شخص لب و نعم. وأيضا مؤثر. وتكون معانا اليوم كمان عبر الشاشة يا عبد الرحمن. يعني أنا كمان ودي أسألك، يعني لك مبادرة، هي مبادرة كسر الجمود اللي كنت قاعد تحكي عنها، وقديش مدى أثر إن الواحد يقدر إنه يتخطى هذا الموضوع. كلمنا عن الفكرة، عن فوائدها للمجتمع. الفكرة كالآتي، في نادي التوست ماستر جميع العالم أول ما تدخل يأخذون لك كسر جمود من 4 إلى 7 دقائق. نعم. تتكلم عن نفسك بس يعني تكون ارتجاليا، بعدها تتوالى المشاريع من المستوى الأول فيه تقريبا 4 مشاريع، وأنا ولله الحمد أنهيت كل المشاريع هذه كلها. جميل. إنه فكرته إنه أجيب من رأسي مواضيع وأتكلم فيها ارتجالياً. يعني مبادرات. وبالمناسبة وبالمناسبة أيضاً أحب أوجه تحية شكر وتقدير إلى أختي جميلة محمد الزحيفي التي أفنت من وقتها الكثير لتدريبي على الخطابة والإلقاء. نعم. وإحنا كمان نشكر كل اللي وقفوا جنبك وساهموا أنه أنت توصل لهدفك عبد الرحمن. لكن قبل ما نختم معك على السريع، عطينا قصة أبو جميلة، إيش قصتها؟ أبو جميلة يا أختي الغالية وأخواتي العزيزات وجميع من يشاهدني، أنا كنت أعمل في الرادي حائل مع التطوع الصحي، فوقف بجانبي إحدى الزملاء للتطوع الصحي قال لي أنت أبو من؟ فجأة تذكرت أمامي الأخت جميلة الزحافي، قلت أنا أبو جميلة. من ذلك الوقت إلى هذا الوقت والتطوع الصحي والزملاء في الصحة يعرفوني أني أنا أبو جميلة. ما شاء الله. وأنا صراحة يعني بكل سرور ومحبة، يعني تواجدي في هذا البرنامج قد يكون بفضل الله ثم بفضل الأخت جميلة الزحافي الشاعرة والأديبة التي أنا أسميتها وأتشرف بذلك. نعم. أسميتها أميرة شاعرات منطقة الجوف لأنها من منطقة الجوف، وهي أديبة وكاتبة مسرحيات وكاتبة قصص قصيرة ومدرب يعني على الإلقاء والخطابة. جميل جدا عبد الرحمن، إصرارك وثقتك في نفسك يعني خلتك اليوم تكون معنا عبر الشاشة، وحنا كثير سعيدين بمداخلتك معنا اليوم. شكرا عبد الرحمن الغسلان.
هذا اللي كنت أقوله قبل شوية، مها يعني الأثر الطيب كيف يبقى يعني طبعا. حتى لقب نفسه بأبو جميلة في الآخر. صحيح صحيح، نتمنى لك التوفيق، وأنا متأكدة في يوم من الأيام راح يوصل لأهدافه. صحيح. وأكثر. صحيح بإذن الله. عموما مشاهدينا حنطلع فاصل وأكيد بعد نكمل الفقرات.